طب كلميني بقى المنتخب، انت طبعا رايحه بطولات دوليه مع المنتخب، طموحاتك تكسري كل حاجه، طبعا جايه من النادي متشبعه بروح المكسب والانتصار والمركز الاول، دخلتي على بطوله العالم او بطولات عالميه، كلميني اول تجربه ليكي مع البطولات العالميه. اول تجربه ليا مع المنتخب كانت بطوله كاس العالم في اليونان في 2009، ودي عملت فيها ذهب الحمد لله. يمكن اللي ساعدني في ده فكره ان انا كنت احتكيت دولي قبل كده مرتين او ثلاثه مع النادي الاهلي، الرهبه راحت، فالرهبه كانت راحت، كنت شفت ستايل الناس برضو اللي بتلعب بره كان عامل ازاي، فكان بالنسبه لي الموضوع اسهل عشان مفيش رهبه. لا لا الحمد لله.